مرحبا أحبابي، اليوم بدنا نعمل مع بعض قشطة كتير ناجحة للحلويات العربية ورائعة وبتنفع لكافة الحلويات العربية. عن جد بنصحكن تجربوها قد ما طيبة ورائعة. ما شاء الله شايفين كتير روعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا لتر حليب وربع كوب خل أبيض. بحط الحليب على الغاز، بسخن عنا الحليب قبل الغليان. هلأ بحط فوق الخل. أنا عيرت بكوب المقاس، حطيت ربع كوب، بس انتو اذا ما متوفر عندكم هيدا الكوب حطوا كوب صغير. وملاحظة، اذا حطيتوا خل وما فرط عندكم الحليب ممكن تزيدوا، ما في اي مشكلة، ما بيطلع ابدا نكهة الخل بالقشطة، كله بيتصفى بالماء. بلش يفرط عنا الحليب. صفرت الحليب عن المي بهيدا الشكل. هلأ بدنا نصفيهم. عملنا أول مرحلة للقشطة أنا وياكم. هلأ هوني تاني مرحلة. عنا لتر حليب، بحط فوق الحليب ملعقة، اثنين، ثلاثة، أربعة نشا. حطينا أربع معالق طعام نشا. كمان بحط ملعقة طعام مزهر، ملعقة طعام سكر. حركن شوي. هلا بحطن على الغاز وبحركن تحريك مستمر. بحرك تحريك مستمر عشان ما يلزق عنا الخليط. بلش يتمسك عنا الخليط، بيستمر بالتحريك. بس صار عندي الخليط بهيدي السماكة، هلأ بطفي الغاز. بعد ما اشتدت عنا المهلبية بهيدا الشكل، هلأ بدنا نحطهم فوق بعض ونخلطهم بالخلاط. وإذا الخلاط الكهربائي مش متوفر عندكم ما في أي مشكلة، ممكن بهيدا الخلاط اليدوي تخلطوهن. هلأ بحطهم بالخلاط. بسم الله. عم بعملكم قشطة لكافة أنواع الحلويات العربية. عن جد عن جد بنصحكم تجربوها، كتير طيبة وروعة. كمان بحط هيدولي. خلطناهم شي بسيط. حطهم بالجات. هلأ بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وكل شوي بحركهم عشان ما يعملوا قشرة على الوجه. هيدي القشطة بعد ما حطيتها ساعة بالبراد
بردت منيح، وكل شوي كنت عم حركها عشان ما تعمل طبقة على الوجه. هيدا القوام للقشطة. هيدي القشطة بتستعملوها بجميع الحلويات العربية. هلأ بدي أحطهم بجاط، ممكن تحفظوها بالبراد مدة 5 أيام. أنا بعملها وبحطها بالبراد مدة 5 أيام. بس بدي أعمل حلو بتكون جاهزة. شايفين قوامها شو مرتب وحلو، كتير كتير رائعة. بنحط على الوجه نايلون، بنغلفها بنايلون، بنحطها بالبراد. هيدي القشطة اللي عملتها أنا وياكم لكافة الحلويات العربية. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي أحبابي.